نفس الموضوع نفسه سبحان الله، ذكرت قصة الحمامة، يمكن مرت علينا أو يعني تذكرنا هالقصة. أحد اللي يقص القصة الآن، هذا الحاكم كان يوم من الأيام جالس في مزرعته وعازم التجار، استضاف التجار على وليمة، وكان ضمن المائدة حمام مشوي. فأحد التجار كان يناظر ينظر إلى الحمام ويبتسم يضحك، فقال له الحاكم: ما لك تضحك تبتسم؟ قال: تذكرت قصة على هذه الحمامة المشوية. قال: ما هي؟ قال: كنت قبل 30 سنة لص قاطع طريق، حين هو تاجر لاحظ، كنت قاطع طريق، وطبعا لحقت به تاجر من التجار، قبضت عليه، فلما شهرت سيفي بقتله، قال: تشهد عليك هذه الحمامة، كان فوق الشجرة حمامة، قال: تشهد عليك هذه الحمامة عند الله. فقال: فقتلته وسلبت ماله، ثم تبت وعملت بالتجارة وصر. قال الحاكم: شهدت عليك الحمامة فعلا، الله، قوموا نفذوا الحكم، اقتلوا هذا الرجل. قال: اقتلوا هذا الرجل، والله شهدت عليك بالدنيا قبل الآخرة. الله. فهذا على قضية الظلم، هو ظلم هذا الرجل، بس على نفس وزن الظلم، انه كما تدين تدان. فحقيقة يعني الظلم زي ما ذكر حقيقة خوينا سعد جزاهم الله خير، والله لا تظلم، لأنه بياخذ حقه ولو بعد حين. أحسنت. في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا، أو كما قال عليه الصلاة